السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنبدأ نفهم في مشروع نحط بقى الكونكشنز بتاعت البريسنجز والبيرلينز. في البداية هنتكلم عن البريسنجز. علشان نعمل البريسنج بتاعتنا نعمل الكونكشن بتاعتها هندخل على أي ليفل نشوف فيه الكونكشن دي، فاحنا ما عندناش أي ليفل عاملينه ممكن يتقاطع مع الكونكشن اللي احنا عاوزين نعملها. فاحنا ندخل على ليفل مثلا على الايست، نبص على المكان اللي احنا عاوزين نشتغل عليه، وبعد كده نعمل سيكشن هنا، نعمل ليفل، نعمل ليفل هنا. الليفل ده هندخل فيه علشان نظبط ايه الشغل بتاعنا. ليفل 5 نخلي الديتيلز ديفاين، بعد كده نعمل ungrouping ليها او نسيبها زي ما هي، بس المهم ان احنا عاوزين نفصل دي عن دي شوية، يعني دي نحركها في اتجاه تاني، نعمل لها unjoin elements او ان احنا نختار واحدة فيهم، ونعمل y justification ليها، نخلي ال y justification مثلا بواحد من 10، لان كل واحدة فيهم بعدت عن التانية ممكن نقللها شوية نخليها 5 من 100، ودي نخليها 5 من 100 برضو، نسيب السالب سالب 5 من 100، نتحرك في نفس الاتجاه نخليها في الاتجاه التاني ده. كده احنا عملنا اللي هو اللي فصلنا ما بينهم عشان نعرف نعمل الكونكشن بتاعتهم. برضو نفس القصة نعملها هنا، نخلي دي 5 من 100 ودي برضو 5 من 100، لانه لازم عشان اعمل جوينت الوصله ما بينهم يكون في مكان احط فيه البليت وادوس فينش. كده بعد ما انا عدلت في الجروب ده كده كلها اتعدلت مره واحده. بعد كده الخطوه الثانيه ان احنا هندخل على اول حاجه ان احنا نعرف ان ده على جريد اللي هو الجي، ندخل على الايست مثلا ونبدا نرسم البليت بتاعتنا من structure model in place، ونختارها generic، دوس اوكي تمام اوكي. كده نعمل set للبلين اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو grid g، دوس اوكي. كده نعرف نرسم البليت بتاعتنا، نختار extrusion، بعد كده هنرسم خطوط كده. طبعا دي بتكون معتمدة على المسامير، احنا المفروض نحط عدد المسامير بتاعتنا قد ايه ونعرف المسافات النهائيات بتاعتهم، زي بالظبط الكونكشن بتاعت التراس بالشكل ده. بعد ما عملنا دي نغير الثيكنس بتاعها، الاكستروجن اند والاكستروجن ستارت، نخلي واحدة 5 من 100 والتانية سالب 5 من 100، وادوس ابلاي كده اوكي. كده انا عملت البليت بتاعتي دي الكونكشن، بص عليها في 3D، ادي الكونكشن بتاعتي. لا دي كبيرة شوية، احنا ممكن ندخل على الليفل اللي هو 5 ونبص على الكونكشن. لا هي 5 من 1000، معلش كده 5 من 1000، ممكن نعدلها من هنا، نبص على 3D تاني. كده انا عملت الكونكشن بتاعتها، فاضل ان انا احط مسامير. الفكرة برضو ان انا الكونكشن بالشكل ده فيها مشكلة، ان انا لازم تكون الليج هي اللي ظاهرة، يعني انا هختار دي كده، ادخل على الجروب تاني واختار دي واعمل روتيشن ليها زاوية 180 مثلا بالشكل ده، علشان لازم يكون التقاطع ما بينهم يكون خلال اللي هو الليج، يعني الجزء ده هو في وش بعضهم عشان نعرف نثبت الكونكشن بتاعتنا. خلاص احنا كده خلصنا الجزء ده، ممكن ندخل على الليفل 5 تاني ونعدل القيمة اللي كنا كاتبينها هنا اللي هي الواي، نخليها سالب 5 من 100 مثلا، ندوس اوكي. 5 من 1000 احنا بالغنا شوية في القيمة، مش مشكلة ندوس. خلاص احنا كده عارفين ان احنا عايزين نعمل thickness، ان اخلي مسافة بينهم 5 سنتي واحد،
بعد كده ندخل على البليت ونسحبها كده بحيث إن هي تكون ملاصقة للجزء ده. ادي 3D شكلها. طبعا احنا هنظبطها يعني بحيث ان يكون المسافة بس سنتي واحد ما بينهم. بعد كده هنحط المسامير. عشان نعمل مسامير ممكن ندخل على ستيل وندوس بولتس ونختار الجزء اللي عايزين نعمله اللي نختار مسامير بتاعته ونستخدم الطريقة دي. او في طريقة تانية ان انا هنزل لكم في اللينك في الديسكريبشن ان شاء الله، زي كومبوننت يعني مسمار. المسمار ده هنزله لكم في المشروع في اللينك، ان انت تستخدم مسمار مباشرة تحطه بالشكل ده بدل ما انت تقعد تشتغل تحط مسامير او تستخدم المسامير بتاعة الريفت. طبعا دي فيها دي فاميلي، يعني ممكن اعدل في التفاصيل بتاعتها. ادي ان دوسنا بريفيو، البريفيو ده بيدينا التفاصيل بتاعة كل واحد، كل قيم الابعاد بتاعة المسمار ده هي عبارة عن ايه، فدي ممكن نتحكم فيها وندخل على كل فيو عشان نعرف القيمة دي بتعبر عن ايه. وفي ال في ان شاء الله في الفيديو ديسكريبشن هنزل لكم اللينك بتاعه. طيب فده نوع تاني من الكونكشنز يعني ممكن استخدمها. طبعا دي كبيرة يعني دي مش هو اللي احنا هنشتغل عليها، هتكون اصغر من كده شوية، هتكون في حدود سنتي. احنا دي بس للتوضيح يعني. البليت دي بعد ما حطيت المسامير من الناحية دي هلف كده اهو، هحط مسامير الناحية التانية. مسامير هنا ندوس كومبوننت، وادي مسامير من هنا ومن هنا كده. انا عملت الكونكشن بتاعة الجزء ده اللي هو البريسنج. نفس الشكل ده هنشتغل عليه فوق. يعني انا عايز اعمل بريسنج هنا، ممكن ادخل اعمل structure component model in place، نعمل connection بتاعتها يعني، وبعد كده نختارها generic. اوكي اتنين اوكي. بعد كده نعمل set للجزء اللي احنا هنشتغل عليه. ممكن ندوس big plane بدل ما نختار grid معين، البلين ده هو اللي انا هشتغل عليه مثلا، واعمل extrusion واعمل الشكل بتاعي اهو. لو عايز ارسم بالظبط ممكن ابص على اللي هو ليفل 4 مثلا، هيكون باين عندي اكتر، وهرسم اللي هو الكونكشن بتاعتي مثلا بالشكل ده وادوس اوكي، واظبط التكنس بتاعها كله طبعا زي الجزء التاني ده زي اللي احنا رسمناه هنا. هظبط التكنس والف القطاع ده بحيث ان هو يكون الليج زي ما هو موجود كده. لا الليج دي مش مظبوطه، هلفها 180 درجه. بحيث تبقى بالشكل ده. والقطاع ده لو انا بصيت على النورث او الساوث، ادخل كده اهو اظبطها بحيث ان هي تكون دي كده متصلة مع دي. مش عارف دي تاني. المهم ان انا هظبط الثيكنس بتاعها بحيث ان هو يكون برضو سنتي عشان مش عايز اطول الوقت بتاع الفيديو. بعد كده في كونكشن تانية بتاعت البيرلينز. كونكشن بيرلينز ممكن نوصلها مباشرة، ندوس على structure components واحط المسمار بتاعي بالشكل ده، او ان انا احط بليت الاول بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها هنا. احط بليت واوصل ما بينهم علشان بعد كده اجيب الجزء ده واوصله معاهم، اللي هو البيرلين دي اوصلها بالبليت، واوصل البيرلين بالبليت بالمسمار كله في نفس الكونكشن. كده احنا عملنا الكونكشن بتاعت البيرلينز والبريسنجز. فاضل برضو الكونكشن بتاعت اللي هي الوصله ما بين الكمر والعمود هنا، والبريسنج والعمود برضو. فهندوس على كونكشن، عايز اعمل الكونكشن ما بين العمود والكمر. هختار الكونكشن اللي انا محتاجها. في كذا كونكشن، في حاجه اسمها كليب، نختارها كده اهو سي كليب انجل مثلا، ونختار ده مع ده وندوس انتر. لايك كونكشن اتعملت بالشكل ده، ده كده كونكشن ما بين العمود والكاميرا. بعد كده عايز اعمل كونكشن ما بين البريسنج والعمود، ممكن استخدم الكونكشن اللي انا منزلها لكم في الديسكريبشن اللي هي الكونكشن دي بالشكل ده، مش مسطره، نحطها بالشكل ده.
طبعا لو بصيت في الليفل اللي هو 5 هعرف اظبط الالاينمنت بتاعها. العمود ده هي مش واضحة هنا، ندخل على الايست. مش هشوفها في الليفل ده، ممكن اشوفها في الليفل ده اللي هو lower chord. برضو مش هشوفها، ممكن اعمل لها ليفل معين، ليفل تاني بالشكل ده. الليفل ده هو اللي انا هشتغل عليه، ليفل 6. ادخل على ليفل 6 تبقى باينة كده بالشكل ده، اظبطها بحيث ان هي تكون مظبوطة مع القطاع اللي هو الاي بيم اللي هو الانجل اللي احنا شغالين بيها بالشكل ده كده. هي الايند معاها، نبص على 3D كده تاني، كده هي متصلة بيها. ممكن طبعا نغير اللينث بتاعها ونلعب في الدايمنشنز بتاعتها. هنا اللينث مثلا أخليه بدل ما هو 6 من 10 أخليه مثلا 2 من 10، 20 سنتي مثلا. ندوس أوكي وأرفعها، بس المنسوب بتاعها لفوق شوية. ممكن أستخدم الكيبورد الاتجاهات بتاعتي وأحط مسمار من المسامير اللي أنا استخدمتها هنا. المسمار ده استخدمه في الجزء ده، بص عليها من الناحية التانية كده. لو عايز اعمل الف حوالين جزء معين بختاره، وبعد كده ادوس شيفت والسكرول الف بيها كده اهو عشان اعرف اتعامل معاها. ادوس على كومبوننت، هو ده المسمار اللي هشتغل بيه واستخدمه بالشكل ده. كده عملت الكونكشن بتاعت العمود مع الكاميرا والبريسنج مع العمود. في جزء ده برضو ممكن استخدم له نفس الكونكشن اللي هي دي. برضو اوصلها بنفس القصة، بس البريسنج دي ممكن ازود اللينث بتاعها او ان انا اخلي شكلها تكون متصلة بالبيز على طول، يعني في العمود وتكون مسنودة على البيز. كده احنا خلصنا تقريبا كل الكونكشنز. في الفيديو اللي جاي عايزين نطلع اللوح ونشوف ازاي نعمل نطلع لوح تستخدم في التنفيذ. ودمتم سالمين.